الديربي 119، كيفاش كتقيموا المستوى ديالو؟ كيفاش جاك انت الديربي فخر الدين؟ وصراحة انا ما غاديش نكون مخالف مع يعني جميع المتتبعين، لانه كنا كننتظروا ان يكون الديربي قوي، خصوصا من جهه فريق الوداد، لانه فريق الوداد كيلعب على 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 البطوله ومحقق كيف كنقولوا حنا يعني بدايه موفقه، عكس فريق الرجاء، الرجاء اللي كيبحث على الذات ديالو. ولكن مع كامل الاسف مره اخرى يعني الجمهور هو اللي كان حاضر في هذا الديربي هذا، ولكن غابت الكره، غابت الاهداف، غابت حتى يعني كيف كنقولوا حنا المحاولات. يعني ملي كتشوف 45 دقيقه في الاول، جوج ديال المحاولات بالحساب، كاينه حدا ديال اونداما والاخرى ديال يعني الحفيظي، ما كاينش شي حاجه كثيره. وفي الشوط الثاني يمكن في التغييرات اللي قام بها المدرب طوشاك عطات شويه ديال كيف كنقولوا حنا بعض الهجومات لفريق الوداد، ولكن كتبقى على العموم مباراه كانت يعني ضعيفه بزاف. غادي تقول لي تكتيكيا كانت تكتيكيا، انا ما كنظنش، لان ملي كتشوف مباريات اخرى كتلعب رغم التكتيك فهي كتكون فيها اهداف، كتكون فيها يعني محاولات. واحد القضيه اخرى نشير لها جلال، وهو هاد المحترفين اللي كيحضروا هاد الديربيات هما كيحققوش الفرق. نعم. يعني من قبل، وراه يمكن يقول لك فؤاد ولا بدر الدين ولا انت، كان من قبل انه اللاعبين المحترفين كانوا كيديروا الفرق في الديربيات، وانا عشت معاهم يعني كانوا كيشجنوا. نعم. كيكونوا يعني هما كيف القيمه المضافه، ولكن مع كامل الاسف اليوم في هذا الديربي خاصة ما شفنا والو، ما كاينش يعني ما كاينش هناك شي حاجة نقدروا نتكلموا عليها في هذا الديربي. لا من اللاعب الأجنبي كتقول أنت ولا من اللاعبين؟ لا أنا كان اللاعب المحلي ما كنتكلموا عليه، لأنه ما كانت الحضور ما كانش، ولكن هنا كتبين لك بأنه راه الديربي اللي تلعبوا قبل راه كانوا أحسن. مباراة ديال وجدة وبركان، مباراة ديال الجيش والفتح، يعني طنجة وتطوان، هادو مباريات اللي فاو بالوعود ديالهم وكانوا مباريات جميلة رغم أنهم كانوا ديربي. مع كامل الأسف الناس حضرات كيف كنقولوا حنا دائما، الجمهور هو حاضر، ولكن مع كامل الاسف ما كانش شي عرض جيد. هذه الاسطوانه ديال السنوات الاخيره من الديربي، احتفاليه في المدرجات وغياب الفرجه في المستطيل الاخضر.